اهلا بحضراتكم. واحدة من اهم التحولات اللي حصلت في مصر بعد ثورة 25 يناير ان المحظورة خرجت الى النور، ومن كانوا محظورين يسمح الان لهم بالكلام. ولو تسمحوا لي، عنوان هذه الفقرة هي محاولة للفهم. على مدار اكثر من 50 سنة كان هناك صورة ذهنية بيضعها الاعلام وبيضعها النظام السابق والحكومات المتوالية في النظام السابق عن جماعة الاخوان المسلمين، وبما أنه لم يكن مسموحا لهم بالحديث وبالإعلان عن نفسهم وبالتواصل مع الشارع بالقدر الكافي، فكان دايما هناك مجموعة من الأقاويل تقال عنهم أو صورة ذهنية مأخوذة عنهم. أعتقد أنه آن الأوان دون هجوم أو دفاع، دون مدح أو نقد، في أن نستمع إليهم. لهم مطلق الفرصة أن يتحدثوا عن أفكارهم وعن مواقفهم وعن برامجهم وعن كيانهم داخل الشعب المصري. وفي النهاية الشعب المصري الذي كان محروما من التواصل معهم له مطلق الحرية في أن يحكم على أفكارهم ومبادئهم. مشرفتني الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومتحدث الرسمي باسم الجماعة. السلام عليكم ومرحبا بك دكتور. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلاً. كفارة عن الحظر الذي استمر سنوات كثيرة، لكن اسمح لي أبدأ مع حضرتك بسؤال ربما يعني يكون ساذج للكثيرين، بس أنا أرجو أن تقرأ ما بين سطوره. أنا كمواطن مصري عايز أسأل، من هم الإخوان المسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك يا أستاذ تامر وللسادة المشاهدين. والحقيقة احنا في هذه الأيام يعني بننتهز كل فرصة أن احنا نحيي شهداء الثورة ونترحم عليهم ونرجو الله أن يتقبلهم في الصالحين، ونتقدم لأهليهم جميعا بتعازينا ومشاركتنا الدائمة. ثم يعني نحن كنا نتكلم دائما يا أستاذ تامر، كون التلفزيون المصري والنظام المصري السابق لم يكن يسمع فهذا شيء آخر. تمام. لما أنا كنت عضو مجلس الشعب لعلك تعرف من 2000 إلى 2005 وكنت أتكلم وبصوت عالي جدا وأقول للنظام الذي سقط هذا ولكل رموزه ما كنت أريد أن أقول حينئذ وما سمعته الدنيا كلها. طبعا. فإحنا كنا نتكلم دائما يعني ونعلى الصوت يعني نتكلم عن الحظر عن الإعلام الرسمي الصحافة يعني كلمة الإعلام الرسمي أنت ما بتحبهاش أنت قلت قبل كده من كلمة الرسمي دي. طبعا. لكن من نحن وماذا نريد؟ نحن الإخوان المسلمين، الهيئة الإسلامية الجامعة التي تأخذ الإسلام بشموليته في كل نواحي الحياة في حركتها، فهما وعملا وسلوكا وتطبيقا. يعني هذا أمر معروف. لكن حضرتك سألت السؤال كمواطن مصري، أظنك تعرف حضرتك شخصيا، لكن إخواننا المصريين نحن يعني موجودين في المجتمع المصري من نسيج المجتمع المصري، منتشرين في المجتمع المصري، وبالتالي يعني المجتمع المصري يعرف الإخوان جيدا ويعرف من هم وماذا يريدون، بدليل أنه عندما سنحت فرصة يعني ضيقة حتى في 2005 هم المصريون وانتخبوا من الإخوان ما يعادل حوالي 20% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب في 2005. 88 عضو من 444 عضو حينئذ. أيوه. الآن 508. فيعني الإسلام الوسطي، إسلام أهل السنة والجماعة، يعني الاعتدال، لا التطرف ولا التزيد ولا التراجع ولا التراخي، وإنما الوسطية السامحة المعروفة عن الإسلام. طيب. الذي نحاول أن نفهمها ثم نعمل بها ومع المجتمع كله نتحرك لكي يكون هذا هو دليلنا جميعا، لأن العدل هو أساس الملك ولأن الحرية فريضة من فرائض الإسلام. رائع. هل جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة دعوية دينية أم جماعة دعوية دينية صاحبة نشاط سياسي؟ يعني اسمح لي، هذا سؤال ليس في المقرر. هو سؤال طيب جيد يعني، لكن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إسلامية. نحن جماعة من المسلمين، هيئة إسلامية جامعة كما قلت، وبالتالي الإسلام بمفهومه الشامل بالألف واللام. أهل اللغة يعرفون، حضرتك طبعا من أهل اللغة والفصاحة، أهل اللغة يعرفون عندما نقول الإسلام فالمفهوم هو مفهوم واحد، المفهوم الشامل لهذا الدين، شعائره. أيوة. الذي يعرفها الناس بالدين. أيوة. وهذا نمط من المعرفة نريده أن يشمل الباقي، فالشعائر الصلاة والصيام والزكاة. أيوة. والحج دي شعائر. الوجه الآخر من العملة هو السلوك والمعاملات والشرائع القوانين، وبالتالي الإسلام يؤخذ كله ولا يؤخذ جزء ويترك جزء. طيب. أنا سبب سؤالي
اللي كان بره المنهج، واعتقد باقي اسئلتي كمان كلها هتكون نعم بره المنهج. لا لا انت المقرر مش المنهج. أيوة لا لا انت جوه المنهج. عفوا يا فندم، لكن في النهايه انا اريد ايضا ان اتيح لحضرتك الفرصه ان تجيب على بعض الاسئله التي كانت تطرح على الجماعه خصوصا في الصحافه خلال الفتره الماضيه، وهي فكره كان نوع من انواع الاتهام او النقد الذي يوجه للجماعه بانها جماعه دينيه تلبس رداء الدين. نعم، الحقيقه يعني اعود مره اخرى لاقول ان مفهوم كلمه الدين ريليجن ده مفهوم مستورد. المفهوم الثيوقراطي الذي عم في اوروبا في العصور الوسطى ليس من الاسلام في شيء، الاسلام لا يعرف هذا المفهوم. انما نتحدث عن الاسلام. اذا لو الناس لو اللغه العربيه مستقيمه كان الاسلام يوازي الدين، ولكن لان اللغه العربيه تحتاج الى بعض الوقت عشان نفهم فاحنا بنقول الاسلامي عشان ما نغلطش. وبالتالي احنا لما نتكلم نقول اسلاميك ستيت بنقصد سيفيك ستيت، يعني الدولة الإسلامية هي الدولة المدنية بالضرورة بالتعريف. وبالتالي لا بس كانت محتاجة شرح بقى في فترة ما احنا هنا بنشرح يعني. أي. لكن يعني أنا أرجو أن يكون الشرح يعني إن شاء الله يعني مفيدا ووافيا قدر ما نستطيع. وبالتالي نحن نتحدث عن الإسلام اللي هو إسلام حضرتك والإسلام بتاعي والإسلام بتاع المسلمين كلهم، الذي هو المكون الحضاري الأساسي لمصر للمسلمين ولغير المسلمين، لأن حقوق غير المسلمين في الإسلام محفوظة حفظا تاما. طيب هنيجي للنقطة ده، هذه مسألة واضحة. أنا بكلم بس عن المفهوم إيه تمام. الجزئية الصغيرة في مفهوم الدولة الإسلامية المدنية الذي كثيرا ما التبس على ما هي دي بعض الناس بقصد أو بدون قصد، أن كلمة الدولة الإسلامية كانت ترعب الكثيرين معناها أننا سنبتعد عن الدولة المدنية. لا هذا غير صحيح، لا الإسلام لا يعرف ذلك. الإسلام دولته مدنية كانت دائما، وكلمة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي حكم أهل الدين بالحق الإلهي هذا ليس في الإسلام، ولا يعرف الإسلام ولم يعرفه ولا نقول به ولا يقول به مسلم يعرف إسلامه حقا. هذا هو فهم جماعة الإخوان المسلمين. هذا هو الإسلام وليس أفهم جماعة الإسلام، هذا هو الإسلام وهذا الذي يقول به الأزهر. ولم أرى أبدا أستاذا أو عالما أو شيخا أزهريا يقول بغير ذلك. تمام، هذا مفهوم ثابت وواضح ومستقر لدى يعني علماء البعض الذي يقول أن جماعة الإخوان المسلمين تريد بالفهم السابق فكرة الدولة نعم. الإسلامية نعم. أن تذهب بمصر إلى النموذج الإيراني، هل هذا كلام يعني له علاقة يعني بالفكر؟ أنا لا أريد أن أدخل في تفصيلات مثل هذه، ولكن نحن نتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة في فهم الإسلام. ما هو النموذج الإيراني هو اللي فيه المرجعية الدينية التي تحكم وتحتها المرجعية السياسية. يعني الدولة الإسلامية أيوة التي نعرفها في التاريخ الإسلامي هي الدولة المدنية وليست حكم رجال الدين بالحق الإلهي، كانت دائما كذلك. ربما شابه بعض الأخطاء في التطبيق بسبب الأشخاص، هذا لا يعيب المنهج نفسه طبعا. فنحن نتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة المأثور في حكم الناس، الأمة مصدر السلطة، هذا هو المبدأ الإسلامي الصحيح. وبالتالي حضرتك لما تنظر للدستور المصري الذين وضعوا المادة الثانية من الدستور كانوا حكماء ويفهمون مفهوم الدولة جيدا، الدولة الحديثة، ويعرفون معنى الدولة الإسلامية ويفهمون معنى الشريعة الإسلامية. ولكن النص واضح جدا أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مبادئ الشريعة الإسلامية. وهذا ليس معناه أحكام الفقه لأنها تتغير، إنما الذي لا يتغير هو المبادئ الأصول الثابتة وهي الأحكام قطعية الدلالة والثبوت. هذا كلام ناس بتاع دستور مبادئ الشريعة الإسلامية. نعم هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومعنى ذلك أنها ليست أحكام الفقه التي تتغير وإنما الأصول الحاكمة لهذه الشريعة الإسلامية طبقا لهذه الأصول يتم التشريع. وبالتالي إحنا لم نقل أبدا على الإطلاق، حتى في ما قيل عن أنه برنامج الحزب الإخوان وأنه أتكلم عن لجنة يعني بتحكم، إحنا في المادة اللي قيلت هذه التي يمكن أن تتغير، ولكن بالنص الواضح أن التشريع للبرلمان وأن الطعن على القوانين أمام محكمة الدستور العليا، هذا في نص المادة اللي إحنا قلناها في المنهج في البرنامج. هذا المفهوم الشامل هو الذي يقلق من؟ أيوة يقلق أعداء الأمة نفسهم، لأنهم مش عايزين الأمة تنهض، وبالتالي يوجدوا مثل هذه الأفهام الضيقة والغير صحيحة. ما حورب
أصحاب المنهج الإسلامي الصحيح إلا لأنه صحيح. أما المنهج المعوج المتطرف يمينا أو يسارا فيحمل عوامل فناء في منهجه نفسه، وبالتالي هذا يشجع وإن بدا للظاهر أن هؤلاء يتحدثون عن التطرف. أيوة. التطرف لا يحتاج حرب لأنه هو بحارب نفسه سواء يمينا أو يسارا، ولكن اللي بيحارب هو الوسطي المعتدل، الوسطي لأنه ينمو، لأن عوامل بقاءه أيضا في منهجه المعتدل. نحن كنا أول من جماعة الإخوان المسلمين من أصدر بيانا في 11 سبتمبر ندين ما حدث، وقلنا لها للشعب الأمريكي 11 سبتمبر 2001 نعم تفجيرات أمريكا، وقلنا للشعب الأمريكي حينئذ اعملوا محاكمة علنية طبقا لمحكمة وقولوا لنا من فعل وحينئذ نحاربه معكم. لكن أن يكون الاتهام جهة الاتهام وجهة الحكم هي جهة واحدة، الأمن والنيابة، هذا ليس حكما. لم يصدر حكم من محكمة أمريكية، حكم من محكمة تقول من فعل هذا. هذا كلام معروف، واحنا طلبنا منهم ايضا، انا كنت في مجلس الشعب وطلبت من قلت في على العالم كله اعملوا لنا مؤتمر كبير وقولوا لنا فنيا كيف سقط هذا المبنى، وقولوا لنا قانونا من فعل هذا الفعل، فلم يفعلوا. فهذا امر مفهوم واضح ان هؤلاء، نحن نتحدث عن الدولة المدنية، وبالتالي انظر الى الجيران في الشرق اللي احتلوا ارض فلسطين ماذا يقولون، تكلمنا عن جويش ستيت، دولة يهودية، دولة يهودية. احنا مش ضد اليهود، الإسلام والمسلم ليس ضد اليهود، احنا ضد الصهيونة. لكن الدولة الفلسطينية التي يعيش فيها الجميع على أساس المواطنة هذا أمر طبيعي جدا. لكن أن يأتي من يأتي يحتل ثم يقول أريد دولة دينية، هذه الدينية بهذا الشكل، فهذا أمر الكل يعني الدولة المسمى بإسرائيل التي تدعي المدنية هي التي تريد أن تقيم الدولة الدينية بمفهومها السلبي، هي التي تعلن بوضوح. ونحن نعلن بوضوح، ولكن الوضوح الذي نعلنه عن الدولة الإسلامية ليس دولة الإخوان ولا ملك الإخوان ولا يزعم الإخوان هذا ولا يمكن أن يكون ولا يقول أحد منا هذا على الإطلاق. لم نقل يوم من الأيام الإخوان هم الحل، هل سمع أحد يقول الإخوان هم الحل؟ أنا من الإسلام بتاع الكل هو الحل بتاع الناس كلها، لأنه فيه تكامل فيه طيب عدل في هذه الحرية المنطقة. الحرية مطلب للجميع. طيب عشان كده احنا سمينا الحزب بتاعنا ايه؟ الحرية والعدالة. عشان الحرية. طيب انا هنيجي لموضوع الحزب طبعا، لكن